24/1/2013 التجهيز لإطلاق صواريخ. بسم الله والحمد لله. كتيبة أبو دجانة في دير حافر المحاصرة لمطار كويرس من الجهة الشرقية تستمر بإطلاق الصواريخ محلية الصنع على مطار كويرس الحربي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تكبير يا شباب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إطلاق الصاروخ باتجاه مطار كويرس. تك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا حد يا ابو